في ضيافتنا اللاعب المحترف اف سي لوغانو سويسرية، ولاعب النجم الرياضي الساحلي سابقا محمد الحاج محمود. السلام سي محمود. مرحبا بك ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين. ان شاء الله نعدي انترفيو به ان شاء الله معك. ان شاء الله خويا محمد، مبروك عليكم الانتصار البارح، وكانت مباراة زراعة. صحيح صحيح، كان انتصار صعيب شوية، تعرف انت ميتون لول مسكر اللعبة كونتخ سيون تعرف عرفت كيفاش تقف سكرت بيان، ما تعرف بالخدمة وبالكوراج متاع الأولاد جبنا 3 بوان، 3 بوان مهمين بالنسبة لي نحنا باش نكملوا إن شاء الله في المشوار متاعنا في البطولة، باش نقدموا ونخليه إن شاء الله باش نربحوا بلاصة باش العام الجاي إن شاء الله نشاركوا في مسابقة أوروبية إن شاء الله. والبطاقة الحمراء كانت قاسية شوية البارح في المباراة. صحيح صحيح، كانت قاسية برشا البطاقة بالنسبة لي يعني، خاصة مزد كي رجعت من ضربة وخذيت ورقة حمراء البارح، ما دوماج هيك الكورة نهار تبدأ في ساعات تعرف انت معنا، ساعات تبدأ تعكس معاك مرة اثنين فهمت، ما الحمد لله على كل حال فهمت، يمكن اربيتر راه بصنص اخرى خاطريني يمكن ما ريتيش فوت، ما فيش فوت الاكسيون الاولى، مي هذا هو معنا دوماج هيك الكورة، وعادي نعيش ونتعلم سنة من الاغلاط بتاعنا ان شاء الله. ونهنيوك بالترشح النهائي متاع كأس سويسرا. صحيح، حاجة تفرح برشا، هذه ثاني عام تو في سويسرا، ثاني عام دزيام فينال تو، حاجة تفرح برشا، ان شاء الله ان شاء الله علاش ليه، ان شاء الله نكملوا ونتوجوا بالكاس الثانية ان شاء الله كيما لا ديغنيير سيزون، ان شاء الله ربي معانا ان شاء الله. خويا محمد، كان تحكي للجمهور التونسي على وضعيتك في لوغانو. والله وضعيتي في لوغانو انتو سافا، خذيت الثقة متاع المدرب، خذيت الثقة متاع ستاف، خذيت الثقة متاع البريزيدون متاع لوغانو، توا باش نبدا ان شاء الله ناخذ وقت اكثر وناخذ وقت اكثر للاعب، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يزيد واحد يخدم على روحه ويفرض وجوده، لازمني نزيد نخدم ونفك بلاصتي لهنا اكثر باش نفرض روحي ونمشي للاستاسيون الاخيره ان شاء الله في الكارير نتاعي. كيفاش تشوف الفرق بين البطولة السويسرية والبطولة التونسية؟ والله فما فرق ما نكذبش عليك، فما فرق في برشا حاجات، في سيرتو في الكونديسيون تاع التيغان تاع الكورة تاع الخدمة، ما علينا احنا زاد قاعدين نخدمو بيان، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقدموا في بطولتنا اكثر، وان شاء الله نزيدوا نحسنوا اكثر ونشوفوا النقايص شنو لازم وشنو ما لازمش باش نزيدوا نحسنوا بطولتنا ان شاء الله فيما خير ان شاء الله. نحكيو عن المنتخب التونسي شوية، شنو صحيح علاقة المنتخب التونسي مع المدرب ومع رئيس الجامعة؟ ولا المنتخب التونسي علاقتي به مع الناس الكل، ومنتخب انا ديك بلادي تونس ونحب تونس برشا، وكان ملياني صغير نحلم باش نشرف ونلبس مريول بلادي ويحصل لي الشرف اللي يعني معناها كان باش نلبس مريول بلادي ان شاء الله على قدام، واني حاضر في كل وقت عبارة جندي، وقت اللي تستحقك بلادك تلقاك يعني ديما موجود، وان شاء الله باش نخدم على روحي ونفرض روحي، تعرف كونكيرونس في ليكيب ناسيونال برشا، ما في شيء بسهل، وبرشا خدمة وبرشا تعب باش توصل إن شاء الله اللي حاجتك بيه إن شاء الله. خويا محمد، تحكي لنا كان عندك رسالات من نوادي أوروبية أخرى. والله تو الحقيقة فما ما تو ديجا معناها البريزيدون تاع لوغانو يحب معناها نلعب في لوغانو أول حاجة فهمت، يحبني نزيد نعطي لوغانو، خاطر تعرف انت لاخر بريود شديت الريتم وبديت نلعب الدوماج، مي تو نعاود من الجديد نخدم على روحي ونفك بلاصتي اكثر، وان شاء الله نحب نزيد نفرض روحي في لوغانو، ومن بعد ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه ان شاء الله. تو ننتقلوا إلى فريقك السابق النجم الرياضي الساحلي.
كيفاش تشوف النجم مع سي فوزي البنزرتي ومع سي عثمان جنيح؟ ولا ليتوال تحسنت برشا، ليتوال تحسنت برشا، واني فرحان فرحان برشا، وقاعد نتبع في ليتوال كل ماتش، ونحس في ليتوال، نحس في ليتوال كل ماتش تلعب، وكل ماتش قاعد تتحسن اكثر. سي بيان، حاجه باهيه. نظن ما وقت اللي سي عثمان شنيح خذا الجمعيه تحسنت برشا، حسنها برشا الحقيقه، مع الاكسبيريونس نتاعو، نتاع اكسبيريونس نتاع زياد الجزيري، زاد برشا اكسبيريونس، برشا خبرة. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نتوجوا عام السنين ان شاء الله بحاجة، ان شاء الله ربي معانا ان شاء الله. كلمة لأصحابك القدم في الفريق النجم الرياضي الساحلي. نحب نقول لهم ان شاء الله ربي معاكم، وان شاء الله تفرحونا وتفرحوا جمهور الاتوال الكبير اللي استنى فيكم، وان شاء الله ان شاء الله ربي معانا، وراني نستنى في فرحة ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. أكثر من لاعبية توجه لهم التحية في النجم. برشا كلهم اصحابي ان شاء الله، برشا 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 رسمي، برشا جواريات اصحابي شكون ونحبهم، أقرب لاعبية ليك؟ والله برشا برشا، باش ما نحبش نسمي واحد ننسى الاخر، فهمت؟ ان شاء الله ان شاء الله نشوف بن عمر ان شاء الله على قريب، توحشني برشا في التيران ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله راهو في التيران ان شاء الله، خاطر بن عمر يعاون برشا وبلاستو، ان شاء الله يرجع ان شاء الله، ونشوفوه بن عمر نتاع اقوى من قبل ان شاء الله. نختمو بكلمة للجمهور التونسي عامة. جمهور التونسي، جمهور تونس تعرف في كل بلاصه، في كل بلاد موجود، التوانسه ما شاء الله، معناها وين تمشي تلقانا، وديما نسيبورتيو معناها في بلاد بلادنا، في المنتخب، في جمعياتنا، ان شاء الله ان شاء الله نكملوا هكا، وإن شاء الله ندزه مع المنتخب متاعنا، نوصلوا لحاجة بيها إن شاء الله، علاش ليا في الكوب دافريكا الجاي ولا كوب دو موند الجاي إن شاء الله. شكرا خويا محمد، بارك الله ميرسي فيك. عايشك.